طبعا احنا سعداء النهارده ان احنا موجودين مع نقابه المحامين في لقاء المعسكر الصيفي اللي هم عاملينه ده في نهايه اليوم النشاط الصيفي. هم طبعا حاولوا ان هم يركزوا على النشاط الكشفي، وبالفعل احنا قمنا معهم بالنشاط الكشفي، حطينا البرنامج بتاعنا من خلال الاسس بتاعتنا الكشفيه. الجميل في الموضوع ان هم التزموا جدا بيه وحاولوا ان هم يركزوا معانا في الانشطه الكشفيه. بدانا طبعا بالتعريف بالحركه الكشفيه، واشتغلنا معاهم على اساس ان هم لسه مبتدئين كشافه، وده طبعا كان شرف لينا، وده كانت ميزه فيهم ان هم حبوا بالفعل اللعبه. بدانا ان احنا نطور شويه ونحاول ان احنا نقول لهم طب خلاص التزموا بقى معانا الكشافه وامشوا بنظامنا مع الكشافه، وبداوا بالفعل ان هم يشتغلوا على ان هم كشافين. الجميل في الموضوع ان خلال الثلاث اربع ايام دول احنا لاحظنا ان هم يكادوا يكونوا محترفين كشافه، فعلشان كده احنا انا مبسوط جدا ان احنا قدرنا ان احنا نأثر فيهم، مبسوط جدا ان هم التزموا معانا وحاولوا ان هم يكونوا بالفعل مشروع قادة ممتازين. يا ريت نأمل ان شاء الله ان احنا نكمل معاهم ان هم يكونوا موجودين معانا من خلال لعبة الكشافة، ودي دعوة منا ليهم ان هم يشرفونا في اللعبة. شكرا.